أيضا من أسس نجاح العلاقة الزوجية المقارنات دمار. المقارنات دمار. يا زوج يا محترم، ابتعد عن ألفاظ أختي أحسن من طبخك، زوجة أخوي تلبس أحسن من لبسك، أختي الثانية اجتماعية أكثر منك. ابتعدوا عن هذه الكلمات. الزوجات ابتعدن عن المقارنات، زوج أختي كريم أكرم منك، يسفرها يطلعها يمشيها، زوج أختك أكرم منك. ابتعدوا عن المقارنات. مشكلة المقارنات الوحيدة، تعرفون ايش مشكلة المقارنات الوحيدة؟ إني أنا آخذ السلبيات اللي عند زوجتي وقارنها بالإيجابيات الثانية اللي عند زوجة أخوي أو عند أي أخت ثانية. كذلك الزوجات تأخذ سلبيات زوجها وتقارن بإيجابيات زوج أختها، وهذه أكيد أن المعادلة راح تكون معادلة فاشلة.